مرحبا 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 على السلامة. تفضل. لا 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 اقعد انت، اقعد انت، اقعد انت. انا ما عشتش بالقعاده. يزي فيه البرك، يزي مع الثورة هذه، ما حشناش به. تخلط بالسيف، نتفرج الفيضانات، فيضانات وفقر وميزيري وهم مزق عليها. اش عملنا لكم؟ نبيعوها اخوي، حتى براس مالها ما يصيرش. نجموا نبيعوها نشيلوا ثورتين اخرين، حتى شنو ما يصيرش. الثورة ذي برجولية ترى تتكلف غالية، نار موقتة. تعرف شنو الحرية والديمقراطية بتاعها؟ سقوط صافي، مش بتاع زواولة بصراحة. صحايب الدنيا شعلت فيها النار، شفام شنو يا اخوي؟ قبل كمام كنت تنجم تعبي قف، قبل كنت ناس بزوز قفاف، انا واحدة على اليمين وواحدة على اليسار بحكم القفة موجودة بكثرة. تو مانيش فيها مروحي، ما نجمش نهز القفة، ولو شكون باش نهز وكيفاش باش نهز؟ العباد الناس كلوا لي تهزوا في القفة الفارغة من الغلا والكواء. شنو الحوت ولا يتباع في البركة؟ أنا صاحبتي شرطت علي، قالت لي ما اسمع ما تاخذني إلا ما تجيب لي كيلو تريليا. قلت لها تو هذا حديث أنا خلت عليها تريليا. قالت لي دبر راسك تعرف. قلت لها اسمع، تو ناخذ كيلو سردين ونغطسه لك في التريليا. يضرك التريليا صحيح. قالت لي تعرف انت بابا يا سي شباب، واحد حب يخطبني تعرف ش عنده؟ ماك تعرفش يملك 3 كيلو قاروس. قال لك ابارش عنده تريلي في الفريجيدير. انت احمد ربي ما قلت لك جيب لي رطل لحم مفروم. بربي لحم مفروم، بربي لحم مفروم. نخدم على المافيا انا، ماني صورتك مره فاتت مع الدجاجه نسيت. اي بعد ما مرشتي ودجاجه محموله زيت نسيتها الحكايه هذه. ياسر بصراحه طبعا عجبكم الدمار هذا، جرتها الثورة ذي ندمنا عليها بصراحة. السوق راك تدخل المرشي كل يوم، عندك عبارات ليست تسمحهم كل يوم. خوي بقديش كيلو طماطم؟ 3000. ها شومي خوي بقديش لك أحليلي؟ قديه المعدنوس؟ 700. أهل ندبهم خوي بقديش أبي وحنا الواحد يدخل مس ويخرج معاوش. وين ماشي؟ تو شفتوا الحالة اللي أنا فيها؟ كنت شاكر أني كنت سمين مجروع، ما لقيت ما ناكل. تفر جلد وتعرفوا علاش ندور عريان هكا؟ ما لقيت ما ناكل وليت نتلكش، نحب ناكل بونطات. ما تفرش من هكا ما عادش فيها. أيوة وندور بباسبوري، وتعرف تجي ريحة قوية لا قدر نلقى روحي في بلاد أخرى. حتى أنتم وزرك الحالة اللي في وجوهكم من الأخر خبز. تعرف أنت تضحك، أنت ساعة ضعفت على الحسة اللي فاتت. راه واحد يكركروا فيه مرته تعمل له يمشيوا الخضار، خضار زرستي يمي بتاع الحنان. ها والدجاج، الدجاج تحير عليه عرق لسيه. ها والزرزار غم عليه قلبي يمي بتاع الحنان. عليه هكاك عليه عبد الرزاق الشابي بتاع المسامع كريم، كي يجيب انفيتي ما يبكيلوش، يجي ورا الكاميرا ويجبد له في خض الجيش. اوك الاولاد اخويا يهزونا بيعوها بصراحه، بيعوها حتى باقل من راس مالها بيعوها. شنو هي اخويا مبركه كايام الدكتاتوريه؟ هكا الدكتاتوريه ما فماش مرخص منها. احنا التوانسه مرة نموتوا على الرخصه. دونك الاولاد والله العظيم والله اذا كان من الاخر، اذا كان ما كونش باش ترجعوا الاسعار كيما كانت، راهو قرار ومانيش نرجع فيه. تفضل باش ننتحر فرقع روح واضح. محمد العربي البيت.